أعلنت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عن مخالفة 38 مطعما ومقهى إثر مخالفتها للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض. وخلال الزيارة التفتيشية التي قام بها المفتشون بمختلف محافظات مملكة البحرين، تم زيارة 192 مطعما ومقهى، وتم التشديد على التوعية بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، والتي من ضمنها غلق هذه المنشآت واقتصار تقديم الخدمة من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل فقط. وبيّنت الوزارة أنه نظرا لمخالفة تلك المطاعم للإجراءات والاشتراطات التنظيمية، تم تطبيق القوانين حيال المطاعم المخالفة. ولفتت الوزارة إلى أن مأموري الضبط القضائي قاموا بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي بوزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتم ضبط مخالفة المطاعم وغلقها إداريا لمدة أسبوع. أما بشأن بقية المحال التي تمت الرقابة عليها في كافة المحافظات، فقد تم تنبيه بعض المحلات ممن لوحظ لديهم قصور في آلية تطبيق بعض الإجراءات والتي هي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك المحال. ودعا المفتشون الجميع إلى مواصلة الالتزام والتحلي بروح المسؤولية العالية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها. وتأتي هذه الخطوات الهامة لتأمين الصحة العامة وللتحقق من التزام الأفراد وأصحاب المطاعم والمقاهي وبقية المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها.